ما كتشوفوا سيارة ديال انتخابات هي الدائرة الانتخابية مكناس اقتراح خميس ديال 21 يوليو 2022 حزب العدالة والتنمية، الكاتب الإقليمي لحزب التنمية مكناس، رئيس سابق جماعة ويسلان، ماستر تخصص سياسة عمومية إجراء زاف القانون العام إدارة محلية. إما تشوفون تيقولكم صويتوا على عبد السلام الخالدي، مو خالدي رمز ديال لمبه.